كانوا على البروتين. بسم الله. هلا بقى نتكلم عن البروتين بكل بساطه. ركز معايا كده، يعني شايف حاجه ابدا بقى معايا. معايا حاجه اللي هي خايف منين؟ انا الصبح ما خافوش. البروتين عباره عن ايه؟ اول حاجه الديفينيشن، يعني انا في كل حاجه باخد الديفينيشن، بعد كده الكيميكال فورمولا شكله بيتكتب ازاي، بعد كده الامبورتنس، بعد كده التست اللي احنا بنعمله التايبس، او ممكن اقول التايبس قبل الامبورتنس والتست عادي مفيش اي مشكله. يبقى انا عندي اول حاجه الديفينيشن بتاعنا اللي هي عباره عن ايه؟ اول حاجه اللي هي البروتينز عباره عن بوليمر بتتكون من مونومر. بوليمر بيتكون من ايه؟ يعني داخل في الاستراكشر بتاع المونومر، داخل في الاستراكشر بتاع مين؟ المونومر. تاني هي زي ار بوليمرز وتش ار فروم ات اوف مونومرز. مين بقى المونومرز بتاعتنا؟ حاجه اسمها امينو اسيد. حاجه اسمها ايه؟ امينو اسيد. يبقى عندك كذا امينو اسيد يعملوا كومبينيشن مع بعض يديك البوليمر اللي هو مين؟ البروتين. كده هو ده الديفينيشن. في اي صعوبه؟ تمام. انا هاخد بقى الكيميكال فورمولا بتاعت الامينو اسيد عامل ازاي؟ قال لك هو بيتكون من كربون، وبعد كده تاخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ده هيدروجين اتوم، وده امينو جروب ممكن يتكتب اتش 2 ان، ممكن يتكتب ان اتش 2، ممكن يتكتب ان اتش 2، ممكن يتكتب اتش ان اتش، كل ده عادي مفيش اي مشكله. ده بالكربوكسيد ممكن يتكتب سي او اتش، ممكن يتكتب بطريقه ثانيه سي دبل او وهنا وهنا او اتش. ده هو ده عادي جدا. طب وهنا حاجه اسمها الكاين جروب، دي ديفرنس فروم امينو اسيد تو انذر. دي بسببها عندي 20 امينو اسيد، عندي 20 امينو اسيد. تاني يبقى انا الفورمولا بتاعتي اتش 2 ان اسمها امينو بيسك جروب، امينو بيسك جروب. وهنا كربوكسيد اسيدك جروب، وهنا هيدروجين اتوم، وهنا الالكايل اللي بسببها عندي 20 امينو اسيد. التلاته دول يا شباب ده كده كل ده ثابت اصلا في اي بروتين او في اي امينو اسيد خلقه ربنا، يعني دول فيكسد في اي امينو اسيد. ده اللي مختلف فروم امينو اسيد تو انذر. بسبب عندي كام امينو اسيد؟ 20. عندي كام امينو اسيد؟ 20. ده امينو، بعد كده كربوكسيد، هيدروجين، الكايل. ده المختلف فروم امينو اسيد تو انذر. تكمله الفورمولا، معلومات بس مهمه بنقولها فيها. ايه هي بقى؟ معلومه قديمه هنضيف عليها معلومات جديده. ايه المعلومه القديمه؟ ان انا عندك كل امينو اسيد لما يعمل كومبينيشن مع امينو اسيد بتشيل ووتر. دي قديمه زي الكربوهيدرات. فاكرين لما كنا بنقول كل اثنين جلوكوز يعملوا كومبينيشن بشيل ووتر؟ هو نفس الكلام. هنا بعمل ماينس اتش 2 او. دي بقى المعلومه القديمه. ايه المعلومه الجديده بقى؟ هي الووتر بتتشال اصلا ازاي؟ قال لك بكل بساطه الووتر بتتشال او اتش، انت عندك اهو مكتوب سي هنا اتش، وهنا اتش 2 ان، وهنا سي دبل او اتش، تمام؟ وهنا الكال جروب بتشيل او اتش من الكربوكسيل بتاع اول امينو اسيد، وبعد كده هنا معايا هنا اتش، وهنا اتش ان اتش، وهنا ار، وهنا سي او اتش. بتشيل اتش من امينو جروب اوف سكند امينو اسيد. يبقى تتقال بقى ازاي بالانجلش بقى؟ الوتر بتتشال ازاي؟ باي ريموفينج او اتش فروم كربوكسيل جروب اوف فيرست امينو اسيد اند هيدروجين اوف امينو جروب اوف سكند امينو اسيد. يبقى انا بشيل الاو اتش بتاع اول واحد مش اول واحد، وبشيل الاتش من ثاني واحد يعمل لك الاتش 2 او. عشان ما انساش الاو اتش اكيد او اوكسجين، يبقى اكيد من كربوكسيل. هل الامينو فيها او؟ لا، يبقى اكيد الاو اتش جت منين؟ من الكربوكسيد. والاتش دي منين؟ من الامينو. تشيلهم تلاقي نفسك شلت ووتر. البوند دي اسمها بيبتايد. البوند دي اسمها ايه؟ بيبتايد. ما دام اثنين مش ده واحد وده الثاني، يبقى ده كده اسمه داي بيبتايد. ده اسمه ايه؟ ثاني. يبقى البوند اسمها ايه؟ بيبتايد. ما دام هما اثنين، طب لو كذا واحد بولي بيبتايد، لو كذا واحد دي كده معلومه جديده. تاني معلومه جديده بقى هي ان انا بيتقال في الاخر، هو انت عندك كام كربوكسيل فري؟ هي واحده بس فري. طب عندك كام امينو فري؟ هي واحده بس فري. مهما العدد زاد، انت لو وصلت المليون مولكولز اوف امينو اسيد ماسكين في بعض، شوف انا ببالغ في الارقام ازاي؟ هيتبقى لك واحد هنا فري وواحد هنا فري. اللي بدات بيه فري، ومهما ضيف هيبقى لي برضه كربوكسيل ايه بقى؟ فري. كده ده الكلام بتاعنا. قلنا معلومه جديده، اول معلومه الوتر بيتشال ازاي؟ او اتش من هنا واتش من هنا. سكند ايه بقى انفورميشن قلناها برضه جديده؟
ان انا عندي امينو بس تتبقى فيه وكربوكسيل بس تتبقى فيه. اتفهم الحته دي كده؟ الحمد لله الحمد لله. ده كده الكيميكال فورمولا. ندخل على طبعا التايبس. التايبس ايه هي بقى؟ انا عندي نوعين من البروتين، نوع اسمه السامبل بروتين ونوع اسمه الكونجيكيتد. السامبل ده عباره عن امينو اسيدز بس، عباره عن امينو اسيدز بس، ما بيقدرش عليهم حاجه. يعني ممكن ما يبقاش امينو اسيد واحد، ممكن يبقى كذا امينو اسيد، المهم ان هو امينو اسيد بس. تمام؟ ممكن يبقوا كذا امينو اسيد مع بعض بس ما يضافلهمش اي اليمنت. اللي هو بقى اعرفهم ازاي؟ يعني هتلاقي عندهم كربون واكسجين وهيدروجين ونيتروجين، لان البروتين داخل فيه الكربون والاكسجين والنيتروجين والهيدروجين. فهو عنده الفور ايتمز. هل اضيف له بقى اليمنت جديد؟ لا. هو ممكن يبقى ايه؟ كذا امينو اسيد مع بعض ما بيضافلهمش اي اليمنت جديد. معايا؟ ده بقى البروتين اللي عليا هنا اسمه البومين. اسمه ايه؟ ايه بقى عمل الالبومين ده؟ قال لك ده في البلانت بيعمل لك السيدز بتاعت البلانت، البذور او الليفز او الروتس. ده في البلانت. طب في اليومن بيدخل جوه البلاد بتاعك. انت عندك البلاد بيتكون اربع حاجات. ريد بلاد سيلز ده بينقل الجاسس، وايت بلاد سيلز بتعمل ايه ده؟ السيلف ديفنس. بعد كده مين عندي؟ البليتلتس بتاع الجروح، لما بتعور والجلد الحته دي من الجلد تكون طبقه بنيه، الطبقه البنيه دي هو البليتلتس اللي بيعملها. او بلازما، ده اللي انا عايزه بقى. البلازما ده هي الليكويد اللي بيمشي فيها الثلاثه الباقيين. البلازما دي الليكويد اللي بيمشي فيه الثلاثه الباقيين، وهي اللي بتنقل الفود. يعني انت الاكل اللي بتاكله بيمشي في البلاد عن طريق البلازما. الالبومين ده هو اللي بيعمل لك البلازما. لونها ايه؟ يلي شويه. طب انا ليه البلاد بتاعي مش يلي شويه؟ قال لك بسبب ان الريد بلاد سيلز عددها في المليونز ضخم جدا. فالريد بلاد سيلز بقى ايه؟ اكتر من ايه؟ البلازما، كايه؟ تنوع وكعدد اكتر. فبيخلوا الدم بتاعك ريد. كده ده مين؟ السامبل. امينو اسيدز بس. طب الكونجيكيتد هو عباره عن امينو اسيدز معاها اليمنت جديد. يا اما يبقى فوسفورس او فوسفورس تاني او ايه بقى؟ هنا بلس او ايه تاني؟ ايون او ايودين. تمام كده؟ لو كان فوسفورس الاولاني يديك حاجه اسمها كروماتين. الكروماتين اللي خدناه زمان في بلان 3 اسمه كروماتين ريتيكولم، الشبكه اللي بتتحول وقت السيل ديفيجن على شكل كروموسوم. فاكرين لما كنا بنقول كروموسوم بيكون بروتين ودي ان ايه؟ اهو الكلام بتاع بلان 3 اهو قدامنا. يبقى ده النيوكليك اسيد اللي احنا المفروض الاسود ده كان فوق عندنا في المنهج. يبقى لو اتحد مع الفوسفورس يديك النيوكليك اسيد. ده ريسبونسبل فور ايه بقى؟ كارينج الجينيتك انفورميشن فروم جينيريشن تو انذر. يعني ده بيساعد في نقل المعلومات الوراثيه بتاعتك فروم جينيريشن تو انذر، من باباك ليك ومن ليك لابنك. يفضل بقى يتنقل من حد للتاني. انما الفوسفورس التاني ده بقى بيعمل لك حاجه اسمها الكازين. ده ملك بروتين. ده ملك ايه يا صاحبي؟ بروتين. كده انت عندك اثنين ملك في المنهج. ملك شوجر بيدي اللي هو الكربوهيدرات بيدي انرجي، وملك بروتين بيعمل بيلدنج للبادي. بس السؤال اللي بقول لك، الملك اللي بيعمل بيلدنج بروتين، الملك اللي بيعمل انرجي بتاع الجسم الاولاني اللي هو الكربوهيدرات اللي هو مين؟ اللاكتوز. يبقى اللاكتوز بتاع الانرجي، بيلدنج بادي بتاع البروتين. اتفهمت؟ تمام. فيها فوسفورس. اهم سؤال بيجي في الحته اللي بتقول لك كومبير بتوين الفوسفوليبيدز والكروماتين اللي هو النيوكليك اسيد والكازين. اكتشفوا ان كلهم الثلاثه اورجانيك، الثلاثه كلهم من المولكيولز اللي عندها كربون اكسجين هيدروجين نيتروجين فوسفورس. الاختلاف بقى تقدر تقول ده البروبرتيز بتاعته ايه، ده البروبرتيز بتاعته ايه، والفوسفوليبيدز البروبرتيز بتاعتها ايه. تمام. الايرون ده يا معلم، الايرون ده بيعمل حاجه اسمها هيموجلوبين. الهيموجلوبين ده موجود على الريد بلاد سيلز. كده انا عندي بروتين داخل في حاجتين في البلاد اللي احنا عندنا في المنهج دلوقتي، داخل في البلازما وداخل في الريد بلاد سيلز. البلازما ريسبونسبل فور كارينج ايه بقى؟ الفود. طب الريد بلاد سيلز اللي هي متحمل عليها الهيموجلوبين دي ريسبونسبل فور كارينج اوكسجين اند كربون دايوكسيد. وده بيعمل مين؟ الجازز. ايه ده؟ يعني انا لو عندي مشكله في الهيموجلوبين هيبقى عندي مشكله في حركه الجازز في جسمي. ده مع الوقت بيعمل انيميا، عشان كده مريض الانيميا يقول لك ايه؟ في نوع معين من الانيميا طبعا، اديله اكل فيه ايرن كتير علشان يعمل هيموجلوبين اكتر، فالريد بلاد سيلز عنده تتظبط فيقدر ينقل الجاز اسرع، فالدنيا عنده ترجع ايه؟ في بالانس كده وتمشي معاه زي الفل.
فاخر واحد الايودين ده بيعمل هرمون اسمه ثيركسون هرمون. اسمه ايه بقى؟ ثيركسون هرمون. الثيركسون هرمون ده يا صاحبي مسؤول عن ايه بقى؟ بيرنينج فود. انا الاكل اللي باكله محتاجه احرقه في جسمي كله، الاكل اللي باكله محتاج ايه؟ احرقه في جسمي. عشان كده الناس اللي عندها مشكله في الايودين بيبقى عندها مشكله في الثيركسون هرمون. لو زاد يعمل اكسوستيرميك جويتر اللي خدناه في البيب 3، اللارج مان اوف نيك لوزنج اوف ويت وبلاوي اللي هي بتحصل دي. طب لو قال يعمل سيمبل جويتر وبرده نفس الفكره، اللارج مان اوف نيك والجلان، ويخلي الالم تخرج لبره اللي هو الجحوز البسيط اللي اخدناه في البيب 3. ده كده الانواع بتاعتنا بتاعت ايه؟ اللي هو البروتينز. اهم حاجه في الكونجيجيتد معناها مرتبط، يعني الامينو اسيدز معاها حاجه. طب الامبورتنس بقى بتاعت البروتينز على السريع كده في الملخص اللي احنا عاملينه، اول حاجه هو البروتين داخل في كذا نيتورك في جسمك، داخل في كل الانزيمز اللي في جسمك. اي انزيم عندك في جسمك البروتين هو اللي عامله. وداخل في سام هرمونز اللي هو زي ده، لان بقى في هرمونز نوع ثاني مين اللي بيعملها؟ الاسترويدز بتاعت الليبيدز. كده ده ثاني ليكويد، وداخل في ليكويد في جسمك اسمه الليمف. الليمف ده في الليمفاتيك سيستم بتاعك، ده مسؤول على الاميونيتي المناعه بتاعت جسمك. دي كلها وايت بلاد سيلز. يبقى ده تاني ليكويد هو داخل فيه. طب الليكويد اللي بعد كده قال لك البلاد، برضه بياخد في الاستراكشر بتاع البلاد في البلازما وفي الريد بلاد سيلز اللي احنا لسه قايلينها. ده كده كليكويدز. طيب كان جسم بقى عامل ايه؟ قال لك لو انت هيومن بيعمل الهير، بيبني الماسلز عشان تخزن فيها بعد كده ايه؟ جلايكوجين بتاع بلاس 1. طب بيعمل ايه تاني؟ التندونز الاوتار. تلاقي لعيب بيقول لك انا عندي وتر اكيلس وعندي وتر مش عارف ايه، بعد عمليه الرباط الصليبي يفضل يديله في بروتينز عشان يظبط جسمه. الليجمنتس الاربطه اللي تربط العظمايه بالعظمايه، الروابط دي كلها بروتينز. عشان كده اي حد يقول لك تمزق اربطه بتاع مش عارف ايه، يفضل يديله في بروتينز لحوم وفراخ والكلام ده عشان يظبط جسمه من تاني. طيب لو كان مثلا كاتل بقر والشيب والكلام ده كله او وحيد القلب، يعمل عندهم الهورنز اللي هي بتبقى هنا وهنا. طيب لو كان سبايدرز يعمل عندهم ايه؟ سنيك الشبكه. طب لو كان مثلا هورس يعمل عنده ايه؟ الهورس الحواف اللي بيجري عليها. كل ده من الامبورتنس بتاعت البروتينز في حياتنا. اخر حاجه في الليسون التاسع قال لك البروتينز بكل بساطه لو جبت باير كريشن ونقطت عليها هيتحول اللون بتاعه من بلون يبقى فايلت. اجمل لون عندك في الملعب كله اللون الفايلت الجميل ده. تمام كده؟ ده تقريبا ملخص الاسهم بتاع البروتينز على السريع كده معانا. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه.